استاذ احمد عبد الجواد الناقد الرياضي بجريده الكره والملاعب، ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير، واهلا بضيوفك الكرام. كل سنه طيب. انت طيب؟ كله تمام الحمد لله تمام. ايه اهم هدف للاهلي في 2019 من وجهه نظرك؟ الاهلي احرز اهداف كتير قوي مؤثره في 2019 وكان في ماتشات فارقه في مشوار الاهلي، ولكن تقريبا الفتره الاخيره في الدوري اللي فات هي كانت اهم فتره في للنادي الاهلي اللي قدر بيها انه يرجع تاني بعد ما كان متاخر في الترتيب. البعض اعتبر النادي الاهلي خارج المنافسه السنه اللي فاتت في الدوري، والبعض اعتبر ان في فرق تانيه حسمت الدوري بالفعل، ولكن في مجموعه اهداف في اخر ماتشات بعد العوده من بطوله افريقيا. تقريبا هي دي اهم فتره في تاريخ النادي الاهلي، يعني كانت درس قاسي للمنافسين ودرس مهم جدا للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه، ان هو ما فيش حاجه سهله، ما فيش حاجه اتحسمت قبل ما تتحسم رسمي بالنقط في الدوري. لا، لازم تفضل شغال لحد اخر دقيقه. تقريبا دي اهم فتره في 2019 في النادي الاهلي، اللي هي ماتشاته اللي اتلعبت بعد نهايه بطوله الامم الافريقيه اللي قدر بيها يحسم الدوري. هي مش هدف واحد، هي مش ماتش واحد، هي مجموعه مباريات قدرت ان هي تدي لك درس للفتره اللي جايه. الفتره كلها كانت مؤثره طبعا، وكل انتصار كان مؤثر في مسيره النادي الاهلي. هو ما كانش مجرد انتصار، هو كان درس للنادي الاهلي ودرس للمنافسين. يا جماعه، اللعب في ماتشات الدوري لحد اخر لحظه، لحد ما تقدر تقول انا كسبت رسمي. انا مش مجرد ان انا اجيب جون واكسب ماتش. يعني البعض دلوقتي النغمه اللي سايده دلوقتي ان الاهلي حسم الدوري، مجرد انه لعب 8 ماتشات في 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 الموسم. لا، المساله مش كده خالص. لسه كلام مش منطقي. لسه بدري قوي، لسه بدري قوي عشان تقدر تقول ان انا حسمت الدوري. لا، لسه بدري قوي، والدرس اللي خدناه السنه اللي فاتت الناس كلها خدته، المفروض تكون اتعلمت منه. صح، ان الاهلي او اللي بينافس على اللقب يفضل يلعب لحد اخر ماتش بمنتهى القوه اللي بدا بيها اول الموسم. طيب، اذا هي فعلا كانت مرحله مهمه جدا في مسيره النادي الاهلي في عام 2019، هي مرحله حسم بطوله الدوري الاخير اللي فاز بيه النادي الاهلي رغم المنافسه القويه جدا مع الزمالك وبيراميدز، ورغم تاخر النادي الاهلي في البدايه زي ما قال كده الاستاذ احمد عبد الجواد. لكن احنا دلوقتي خلاص موجودين على 2020، والاهلي عنده تحديات مهمه. ابرز التحديات ايه من وجهه نظرك واهمها؟ هو الاهلي داخل على تحدي صعب شويه في بطوله افريقيا. فكره ان الثلاث فرق في المجموعه بنفس النقاط تقريبا كانت نفس المشكله من سنتين او في 2017 دوري ابطال افريقيا في 2017، لما فرقه زاناكو الزامبي جابت 11 بونت وما تاهلتش من دور المجموعات. كان الاهلي والوداد تقريبا، الاهلي والوداد وزاناكو الزامبي. والوداد كان 12، الاهلي 11، زاناكو الزامبي كان 11 تقريبا برضه، والقطن الكاميروني. والقطن الكاميروني كان متزايل المجموعه. فانت مستبعد القطن بس، الاهلي والوداد وزاناكو. الفرق كانت متقاربه في النقاط. الاهلي تعادل في النقاط مع زاناكو الزامبي ب 11 نقطه تقريبا. دوري ابطال افريقيا 2017 اللي احنا وصلنا فيه للنهائي مع الوداد. تمام، مظبوط. فتقريبا نفس الملابسات. بداية الاهلي كمان في دور المجموعات كانت صعبه، او ماتشين تعادلنا او خسرنا ماتش وتعادلنا ماتش. نفس البدايه، انت خسرت ماتش النجم الساحلي بغض النظر عن الظروف والملابسات واللي حصل والحكم والكلام من ده كله، بس في الاخر النتيجه انت خسرت الماتش. فخلينا نتعامل على ارض الواقع. انت خسرت الماتش، دلوقتي المجموعه في منتهى الصعوبه. الاهلي عنده ماتشين بره، ماتش الهلال السوداني هيكون في غايه القوه والشراسه. الهلال احيا اماله بالفوز على النجم في ارضه، وعنده النجم كمان في ملعبه، وعنده الاهلي في ملعبه، فهيبقى في منتهى الشراسه في اللعب، ومش والفرصه سهله جدا قدامه. يعني وبلاتينيوم خارج ملعبه، يعني بلاتينيوم فريق مش قوي. بلاتينيوم، يعني انا مستبعد بلاتينيوم. انت عندك، انا بتكلم على الهلال والمنافسه يعني. بالظبط. كمان يعني هو المساله بالنسبه للمجموعه في الاهلي والنجم والهلال، التلاتة عندهم حظوظ متساوية للصعود. وهي الفكرة في البطاقتين، مين اللي هيخطف البطاقتين؟ ده أصعب تحدي. في تحديات صعبة كتير طبعا الفترة اللي جاية، بس ده أهمهم. ده أهم تحدي طبعا. يعني حلم جمهور الأهلي التاسعة أهلي طبعا. احنا للأسف الشديد جمهور الأهلي خسر الحلم دوت، أو ضاع منه الحلم دوت في مرتين على التوالي. صح، في النهائي. في النهائي قدام مرة قدام الوداد ومرة قدام الترجي. وكانت يعني صدمة لكل جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي لا زالت بتنادي بالتاسعة برضه يا أهلي. أكيد.
شاء الله. والتأهل لكأس العالم للأندية والعودة من جديد للنادي الأهلي. فتقريبا ده أبرز تحدي، في تحديات كتير طبعا برضو الفترة اللي جاية، الحفاظ على لقب الدوري والفوز باللقب 42، الكاس برضو أنت عندك بطولة الكاس، الأهلي بقى له كذا سنة ما كسبش، آخر مرة في 2017 برضو كذا سنة ما كسبش الأهلي الكاس، فاللقب ال 37 والأهلي مع 36 دوري، فلقب كاس اللقب ال 37، لا كل دي تحديات وبطولات، الأهلي جمهوره ما بيشبعش. طيب شايف الأهلي عنده المقاومات اللي تقدر تساعده إن هو ياخد البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله؟ هي المقاومات في الوقت الحالي طبعا متوفرة، استقرار إداري لقيادة الكابتن محمود الخطيب المشرف على مع الكورة، في استقرار، في توفير كافة الطلبات اللي الجهاز الفني بيعوزها من تدعيمات من أمور أخرى كويس. يعني موضوع غلق التدريبات اللي بتحصل دي بناء على تعليمات الجهاز الفني وبتجاب له وبتلبى له، على الرغم من الاعتراضات الإعلامية اللي موجود، يعني خلينا أقول لك أن أغلب الإعلاميين مستائين جدا من القرار طبعاً. بس في الآخر قرار الجهاز الفني بيمشي، فده في حد ذاته معناه ان الراجل متحكم في الامور، والمدير الفني قادر ان هو يخلق حاله ايجابيه ناجحه في الفتره الاخيره، نتائجه والنتائج ماشيه معاه بتساعده برضو. المدير الفني السويسري رغم ان ناس كتير قوي هجمته قبل ما يشتغل وقبل بالزبط. ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مجرد التعاقد معاه قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم السكاكين ابتدت تقطع فيه، ومدرب صغير في السن 46 سنه تقريبا، 46 الناس ابتدت تهاجم فيه، وايه المدرب اللي انتوا جايبينه ده واسم مش معروف حتى ملوش خبرات في افريقيا. بس لا، الراجل قدر يعمل حاله ناجحه، قدر يقدم كوره الكل بيشيب بيها دلوقتي على المستوى الفني ومستوى الاداء اللي النادي الاهلي بيقدمه، فنتمنى ان هو يستمر على الموضوع ده. بمناسبه موضوع خبرات افريقيا، لازم يكون المدرب اللي بيقود اي فريق في افريقيا يتمتع بخبرات في افريقيا، ولا الكلام ده مش منطقي دلوقتي في كره القدم؟ بص، هي الخبرات مطلوبه كل شيء، ولكن الفكر الفني برضو قادر، فكر المدرب بالظبط انه يقدر يتكيف كويس، يتكيف طبعا يقدر. افريقيا ليها ظروفها وليها طقوسها وليها عاداتها وتقاليدها، في مواعيد السفر في مشاكل، في المسافات، في المسافات، في الملاعب، ملاعب سيئه جدا، ملاعب في منتهى السوء. احنا كنا بنتفرج على ماتش الزمالك والاخير قدام زيسكو، زيسكو ما كانتش ارضيه ملعب تقريبا، يعني هم كانت حاجه مشابهه لارضيه الملعب اللي احنا نعرفها. فده موجود في افريقيا كلها. الاهلي لما راح مالي من سنتين او من ثلاث سنين، وقامت كانت ثوره هناك وحصل انقلاب ده كان في 2013 على ما اتذكر، 12 او 13، اربع سنين او خمس سنين. فده في افريقيا. بص، افريقيا ليها حاله لازم المدرب يتكيف معاها، مش اي مدرب يقبل ده. قبل 2012 كان موضوع انقلاب بتاع مالي ده، كان ابو تريكا ومانويل جوزيه 2010 اعتقد. وفي ماتش كان، انا مش متذكر للاسف ماتش كان ايه، اللي وقف من نصه وتعاد تاني يوم، القطن الكاميروني، ده من القطن الكاميروني، ساعه المطر والاجواء، المطره مطرت بشكل مش طبيعي، الحكم وقف الماتش وتعاد الماتش تاني يوم بالظبط. ده ما بيحصل. ابو تريكا جاب جون في الماتش ده كان جامد قوي، كان نطت الكره على دماغه بالظبط بالظبط، واتلغى للاسف بسبب المطره، والماتش اتعاد تاني يوم. ده مش موجود في اي حته في الدنيا. يعني طبعا الاجواء في افريقيا مختلفه، لا امريكا اللاتينيه ولا امريكا الجنوبيه ولا اوروبا طبعا، اللي بتحصل فيها امطار اكتر من كده ما بيحصلش غير في افريقيا، لان البنيه التحتيه مجهزه لكده. مش اي مدرب يعرف يتكيف مع اللعبه في افريقيا. صح. يعني جه مدربين باسماء وخبرات كبيره قوي اشتغلت في النادي الاهلي ما قدرتش تتكيف، ده مش عجز فيها، ومش في النادي الاهلي بس، في انديه مصر كلها جه مدربين كبار. مارتينيولي لما جه يشتغل في النادي الاهلي، هو مارتينيولي اسمه قليل؟ لا طبعا، اسم كبير جدا في اوروبا طبعا طبعا. هل نقدر نقول انه فشل مع النادي الاهلي؟ ما قدرش يتكيف مع الحاله ومع التجربه. فهي بس مش، لا، تتطلب مجهود من المدرب نفسه. وانا شايف ان الفتره اللي جايه للشباب، فكره الاعتماد على المدربين الشباب اثبتت نجاحها فعلا في الدنيا كلها، في اوروبا. انت مدربين كتير قوي تحت ال 50 دلوقتي ومحققين نجاحات مش طبيعيه كبيره. طبعا طبعا. فدي برضو نقطه ايجابيه لفايلر، في صف فايلر، ان هو لا، مدرب شاب عنده طموحات، جعان، عايز يعمل اسم، عايز يعمل نجاحات طبعا لسه. اكيد اكيد.
في حين ان انت جبت مدربين تاني اكبر سنا ما قدروش يتكيفوا. رايك كيف فايلر لحد دلوقتي؟ تقدر تقول عليه جيد جدا، مستوى جيد جدا، بيقدم مستوى جيد ولا جداً. محتاج وقت شويه عشان تقيم بشكل افضل؟ لا انا كنت محتاج وقت لحد مباراه النجم اللي الاهلي خسرها هناك، ورغم الخساره قيمته بشكل ايجابي جدا. الاهلي كان مسيطر على الكوره، الاهلي كان مستحوذ، الاهلي كان اخطر وناقص من عنده لعيب كمان، وكان مطرود منه لعيب بتلعب 10 بطرد مشكوك في صحته طبعا طبعا تمام. ف انا كنت محتاج المباراه ديت عشان اقيم المدير الفني، وبعد المباراه قلت لا المدرب ده ادى بشكل جيد جدا جيد جدا جدا. الاهلي قدم مباراه في منتهى القوه، الاهلي بيهاجم النجم الساحلي في ملعبه ووسط جمهوره لحد الدقيقه 90، الاهلي الاخطر التوفيق ما حلفكش في بعض الكرات الخطره اللي كانت ممكن تساعدك ان انت على الاقل تعدل النتيجه وتخرج بواحد واحد. بس لا المدرب قدم مباراه قويه جدا، عرف يتعامل مع فكره طرد لعيب في اول ربع ساعه ويوظف فرقته ويعدل فرقته. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه فكره تعامله مع الاصابات وتصريحاته كمان بخصوص الجانب ده. لا هو في تصريحاته في منتهى الذكاء، مميز جدا. هو الراجل بيتعامل هو تقريبا ما بيقولش تصريحات، صح، هادي جدا كده. هو ما بيقولش اي حاجه في المؤتمرات الصحفيه. يعني الاسئله اللي بتوجه للمدير الفني في المؤتمرات الصحفيه الراجل بيهرب منها على طريقه كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني واضح ان كابتن سيد عبد الحفيظ باهت عليه بشكل كبير جدا. اللي هو انت بتساله على مين اللي جاي او انت عايز مين، لا لسه ده بنناقشه في الغرف المغلقه. طب ادائك وتقييمك للعيبه وادائهم في الماتش، لا ده انا بوجههم في الغرف. هو ما بيجاوبش على اي حاجه في المؤتمرات الصحفيه. الراجل ماشي على طريقه كابتن سيد عبد الحفيظ، ما هو الزار عارف او نقل له السيستم بتاع التصريحات الصحفيه في مصر. ان هو ما تقولش حاجه واطلع اتكلم. بيطلع يتكلم بعد كل ماتش، بس تقريبا ما بيقولش اي حاجه تقدر تطلع منها بخبر مثلا او حاجه، انما بيوجه لعيبته. الراجل قادر وناجح بشكل كبير قوي ان هو يتعامل مع الاصابات الكتير قوي اللي حصلت في الفتره الاخيره. قدر يرجع لعيبه وقادر يعتمد على اللعيبه ويوظف لعيبه وانه يقعد لعيبه كبيره على الدكه، زي لعيب زي وليد سليمان بيتالق بشكل رائع في الفترة الأخيرة، بينزل سواء بيسجل أساسي أو كبديل ما شاء الله، بينزل يسجل وبيبقى قاعد على الدكة متقبل الفكرة. على فكرة دي شخصية مدير فني. دي يعني شخصية مدير فني. طبعا هو لو شايف إن المدير الفني شخصيته ضعيفة وهقدر أسيطر عليه أو هقدر أعترض وهو بيخرجني أو هقدر أعترض إنه بيقعدني على الدكة، لا ما أنا هعترض، ما أعترضش ليه يعني. إنما لا المدير الفني مسيطر، المدير الفني عارف يوظف اللعيبة، عارف إزاي إيه الوقت اللي ينزل فيه أحمد الشيخ ويتألق فيه ويرجعه تاني لمستواه. في الوقت اللي الناس كلها كانت بتبتدي تقول لا احمد الشيخ ملوش دور مع النادي الاهلي، احمد الشيخ يطلع اعاره او حاجه في الفتره اللي جايه، قدر احمد الشيخ انه يرجع تاني بطريقه انا شايفها تحصل للمدرب مش لاحمد الشيخ كمان. يعني للمدرب التعامل النفسي مع اللاعب عشان يرجع للمستوى بشكل جيد، تعامل نفسي، هيئه بدني، جهزه ودافع بيه في توقيت مناسب. فابتدى اللعيب رغم حساسيه التوقيت بالمناسبه، يعني بتنزله في ماتش، بتنزله في ماتش اسماعيلي بالظبط، ماتش صعب جدا، وماتش الاتحاد بتلعبه اساسي، وماتش الاتحاد بتلعبه، وماتش بلاتينيوم بيشارك. فاختيار التوقيت ده بيعود للمدير الفني. اللاعب بيبقى جاهز وبيغتنم الفرصه، عليه دور طبعا، بس في الاخر ده توقيت المدير الفني هو اللي اختاره فيحسب له. اكيد طبعا. طيب خليني اقول سريعا قائمه النادي الاهلي مباراه الغد امام فريق مصر المقصه اللي تم الاعلان عنها منذ لحظات. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، اذن شريف اكرامي خارج المباراه بسبب الاصابه، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وعلي معلول زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، خط الوسط اليو ديانج، عمرو سوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، واحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا، خط الهجوم مروان محسن، وليد محسن. دي قائمه النادي الاهلي، نعيدها على حضراتكم مره ثانيه. محمد الشناوي حراسه المرمى، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع احمد فتحي ومحمد هاني، محمد عاشور ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشه واحمد الشيخ وجيرالدو، خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو،
وصلاح محسن بيعود لقائمه النادي الاهلي، وده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه بخصوص بعض الاخبار اللي قالت صلاح محسن خلاص هيروح اعاره كمان. ده ادي الظروف ممكن تخليك تلجا للاعب غير، يعني مش بتكلم على اسم صلاح محسن بالتحديد، يعني كان مثلا زي جيرالدو برده موجود، ناس كانت بتتكلم ان جيرالدو بره. ف هنشوف الامور ايه، رايك في القائمه؟ طبعا كده بيغيب ايمن اشرف للانذار الثالث، بيغيب كمان شريف اكرامي الاصابه، حسين الشحات واجاييه للاصابه عدم الجاهزيه، كهربا لعدم القيد حتى الان، لسه المفروض يتم فتح السيستم بكره تحاول تأيده، لكن ممكن الموضوع يبقى فيه صعوبه شويه عشان كده تم استبعاد كهربا. تعليق على القائمه ايه؟ هي قائمه اجباريه، انت عندك مين تاني بره وما ضمتوش؟ الاهلي فيه كميه اصابات لا يحسد عليها يعني طبعا في الفتره الاخيره، عندك لعيبه كتير قوي غايبه، لعيبه كتير قوي محتاجه تتجهز لسه، يعني انت عندك كريم نيدفيد المفروض انه بيجهز، عندك محمود متولي المفروض انه لسه بيجهز. اصابات يعني ربنا يشفي للمصابين كلهم، بس تقريبا فتره طويله في لعيبه كتير هتغيب فتره طويله، يعني انت عندك حمدي فتحي هيغيب فتره طويله، عندك سعد طبعا فتره طويله، عندك اجاي محتاج لسه فتره برضو مش هيرجع لك في دلوقتي، رمضان صبحي محتاج لسه وقت. قائمه اصابات يعني انا شايف ان الراجل مجبر، هو اللعيبه اللي لقاها قدامه تقريبا ضمها باستثناء كهربا اللي لسه نظرا لظروف الاجازات ممكن بره، ممكن لما نشوف بعد كده باين الموضوع بشكل اكبر بالظبط، ممكن ظروف الاجازات في الاتحاد البرتغالي هي اللي ممكن تعطل ارسال البطاقه يوم او يومين، بس في الاخر هينضم يعني كتير قوي على ماتش يوم 5 ضم اف سي مصر، وبعدين انت عندك طالع لماتش بلاتينيوم بره بالظبط. طيب من ضمن الاخبار برضو الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره هيكون رئيس لبعثه الاهلي في زيمبابوي ان شاء الله باذن الله لمواجهه فريق بلاتينيوم يوم 11 من الشهر 1 باذن الله اللي هيبتدي بكره باذن الله تعالى. طيب بالتالي خلينا نتوقع شويه التشكيل لمباراه بكره، وهنتكلم عن مباراه المقصه ومدى اهميتها من وجهه نظرك، وبالتالي نتوقع التشكيل كمان. هي مصر المقصه بيمر في الموسم ده بأسوأ مواسمه تقريبا، أسوأ بدايه لمصر المقصه من فتره طويله بالظبط. كابتن ميدو ما قدرش، مش قادر لحد دلوقتي يعمل كيمياء تساعده ان هو يمشي العجله شويه، فبس ده في الاخر ما يخليش اللعيبه تستهتر بالمباراه، أكيد. يعني الاستهتار في الاخر نتيجته سلبيه مهما كان المنافس ومهما كان حالته اللي بيمر بيها، ده مش داعي ان انت تستهتر بالمباراه او ان انت تقلل من خصمك ومن المنافسه. فلا مباراه صعبه، مباراه المقصه على مدار تاريخها مع النادي الاهلي بتشهد نديه وقوه، واللعيبه نفسها بتاع المقصه بتحاول تثبت وجودها وتثبت نفسها وتظهر بشكل ايجابي قدام النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي، وهتقاتل قدام النادي الاهلي. مباراة صعبة طبعا تاريخيا، يعني المواجهات دايما بتبقى قوية، المواجهات بين مصر المقصة والنادي الأهلي بتبقى مواجهات قوية، إنما هذا الموسم مصر المقصة في أضعف حالاتها، أضعف حالاتها من أسوأ الفرق اللي بتقدم كورة في الدوري السنة، وفي نفس الوقت الأهلي بيمر بظروف إجهاد وضغط مباريات وإصابات. الأهلي في الفترة اللي جاية في شهر يناير ده عنده كمية مباريات ورا بعضيها، يعني أنت عندك يوم 5 مباراة اف سي مصر، عندك بلاتينيوم 11، عندك يوم 13 احتمال تطلع مهرجان اعتزال طارق التايب، عندك يوم 15 طنطا. فانت بتتكلم ان في 4 مباريات في خلال 10 ايام تقريبا، ضغط مش طبيعي في وقت ان انت عندك اصابات وعندك لعيبه لسه ما خدتش الفرصه وعايزه تتجهز، حتى اللي راجعه عايزه تتجهز. لا وضع صعب طبعا، وضع صعب. طيب التشكيل بقى، التشكيل طبعا محمد شناوي حراسه المرمى، عندك علي معلول باك شمال الاساسي طبعا، تمام. اعتقد في الدفاع ما فيش غير تولي وربيعه بقى، مجبر ونخاق يعني ما ضمش حد تاني. وباك يمين هاني ولا فتحي؟ لا هاني. نص الملعب، اليو ديانج تمام، وعمرو السوليه هيلعب بقفشه، وعنده احمد الشيخ، عندك الشيخ مين بقى يعوض الشحات واجاييه اعتقد انه مثلا اعتقد انه ممكن يدي جيرالدو يعني هو ممكن تبقى فتره او يعني مرحله تقييم، اللاعب في مرحله تقييم في الوقت الحالي في ظل الكلام كتير عن التعاقد مع لعيب اجنبي جديد، فانت بالتالي ما فيش قدامك
فرصه غير ان انت تضحي بواحد من الموجودين الاجانب. بالظبط، فلازم تختبر اللعيب انت ممكن الاقرب ان انت تضحي بيه، فلازم تختبره يعني تديله فرصه اخيره في الاختبار. اعتقد هيبقى جيرالدو. جيرالدو المهاجم. مهاجم ممكن يبدا بازارو. ازار ممكن يبدا بازار. وفي طبعا صلاح محسن ومروان محسن موجودين في القائمه، موجودين يعني موجودين على الدكه طبعا. طيب خلينا ناخد بعض ردود افعال جمهور النادي الاهلي على الصفحات وبتحديد فيسبوك، صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، واهم هدف واهم مباراه في عام 2019. محمد هاشم قال اهم هدف هو حصد الدوري، وعمر اي نادي هياخد اي حاجه من فم الاسد. ماشي. شريف حمدي يعني قال الشحات والنقاز، ملهاش علاقه بالسؤال. عبده محمد قال هدف جيرالدو، ممكن يكون قصده على هدف جيرالدو في سموحه السنه اللي فاتت، كان هدف فعلا مهم جدا في اللحظات صحيح. الاخيره. محمود احمد قال الثالث سجله اجاي. ماشي. محمود ميدو قال ماتش الاهلي والزمالك 3-2 وجون حسين الشحات والتشميسه لحمدي النجاز، دي من اهم اللعب يعني او اهم هدف يعني من وجهه نظره. اسماء مجدي قالت هدف جيرالدو في سموحه، واصعب مباراه كانت مباراه الحرس. هدى محمد اهداف علي معلول الحاسمه، وفعلا جاب اكتر من هدف حاسم في البطوله السنه اللي فاتت، سواء قدام الجيش قدام الاتحاد. انت بتتكلم على ظهير ايسر عصري بشكل فعلا. لعيب كبير جدا يعني من اهم اللعيبه في الدوري المصري بشكل عام مش في الاهلي بس. بالظبط بالظبط. برنسيس نجا هاشم قالت اهداف معلول برضو الحاسمه. ايضا احمد قال هدف حسين الشحات في مباراه الزمالك بعد تشميسه جميله للاعب الدولي حمدي النجاز. جهاد شعبان قال اهم مباراه السوبر المصري مع الزمالك، والهدف جيرالدو في سموحه برضه. البعض يعني مجمع على هدف جيرالدو بشكل كبير جدا. ماشي يعني بعض الاراء يعني مباراه الحسم امام المقاولون دي كانت اهم مباراه، وهي كانت مباراه حسم الدوري طبعا. لحظه التتويج ببطوله الدوري ده ساجد الاهلاوي نفس الكلام. طيب يعني الكثير بيقول يعني هدف جيرالدو هو الاهم الفترة اللي هي بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية ومباراة الحسم. فعلا صح. أنت كل هدف فيهم بدرس. أو الهدف هو هدف جيرالد. بالظبط بالظبط. كل هدف فيهم بدرس بمهمة صعبة ودرس قاسي، درس قاسي للمنافسين. بالظبط. ودرس اللي يتعلم منه النادي الأهلي يفضل يتعلم منه لحد ما يحسم اللقب برضه السنة دي. ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب عايز ارجع للمنافسه الافريقيه سريعا، وفي ظل المجموعه الصعبه اللي احنا زي ما احنا اتكلمنا، المجموعه خلاص اصعب مجموعه تقريبا في دوري ابطال افريقيا. بالظبط. تتوقع مين اللي يكون عنده الفرص الاكبر في التاهل؟ اهلي، نجم، هلال من وجهه نظرك؟ انا على المستوى الشخصي بنتمنى النادي الاهلي. اكيد طبعا اكيد طبعا، لكن احنا بنتكلم من الشكل الفني مثلا. الاهلي والنجم. الاهلي والنجم برضه رغم ان الافضليه لمباريات الهلال اللي تعتبر على ارضه وكلام. بالظبط. الاهلي والنجم. النجم عنده خبرات اكبر، النجم عنده استقرار شويه عن الهلال. كابتن حماده صدقي لسه ماسك الفرقه. الفوز ممكن يعني يكون حمى بدايه يعني انا ما يكونش فيه، اصل العمليه لسه محتاجه وقت، ففكره ان انت تكسب اول ماتشين ممكن تكون حمى بدايه. ولكن بعديها هنشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. تتوقع النجم ممكن يمسك يكسب الهلال في السودان؟ كابتن حمدي صدقي بصراحه عمل مباراه كبيره، عمل مباراه كبيره جدا. النجم وقع على ارضه وسط جمهوره، وده شيء صعب. لكن ممكن يكسب الهلال في السودان؟ ممكن. النجم عنده الامكانيات انه يعمل ده. البطوله بشكل عام المنافسين الكبار فيها او ممكن اللي يكون ليهم دور كبير تقريبا شبه محسومه في الوقت الحالي يعني. انت عندك المجموعه فيها الترجي والرجاء. تمام. الترجي والرجاء هم الاقرب. عندك مجموعه فيها انا بتكلم عن نفسك ككل على البطوله اللي يوصل لنهائيات هذه البطوله يعني. صعبه. صعب. البطوله بقت في غايه الصعوبه يعني. انا بقول لك الترجي والرجاء من المجموعه الاخيره. المجموعه اللي قبليها عندك سان داونز والوداد. الاهلي والنجم. الزمالك ومازيمبي. فانت بتتكلم ان في 8 فرق هيطلعوا هيطحنوا بعض في الادوار اللي جايه. في طحن مش طبيعي، وبطوله قويه للغايه. عايزه فريق يكون سوبر ستار، لعيبه سوبر ستار. اللي هياخد الدوري ابطال اوروبا افريقيا السنه دي، لا عايز صبر، عايز قوة، عايز ان انت يبقى عندك رغبة داخلية قوية طبعا لحسمها. طبعا طبعا. اللعيبة ما يعني فكرة ان اللعيبة تقول لك انا لا انا 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 داخل الماتش اللي جاي دوت هفوز او هكسب او الماتش ده على ارضي فانا ممكن اكسبه،
النجم وقع على ارضه من الهلال السوداني، اللي الناس كلها كانت متوقعه ان الهلال هيروح يتغلب هناك في تونس. لا لا، المساله صعبه، البطوله كلها صعبه بشكل عام السنه دي. وبصراحه البطوله من ساعه ما ابتدت بقى دور المجموعات وكده وتغير شكل البطوله الافريقيه، بقت اسفرت عن منافسات اقوى وبالذات في الادوار النهائيه. في فرق في منتهى القوه بتطلع وبتصعد، فبقت المباراه اصعب بالظبط. طيب خليني قبل ما اختم اعيد على جمهور النادي الاهلي قائمه الفريق زي ما حضرتك شايفينها على الشاشه كده: حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، خط الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ وجيرالدو، خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو وصلاح محسن. استاذ احمد نورتنا وشرفتنا، كنت سعيد جدا بتواجدك معنا. انا اسعد، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب وامورك طيبه بخير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز استاذ احمد عبد الجواد الناقد الرياضي بجريده الكره والملاعب، وكلمنا في امور عديده جدا على الساحه الرياضيه المصريه بالتحديد فيما يخص النادي الاهلي ومباراته ومنافساته سواء على الصعيد المحلي او الافريقي. دي كانت حلقتنا النهارده، بكره حلقه جديده وكواليس ما قبل مباراه الاهلي ومقاصه باذن الله تعالى. استنونا، الى اللقاء.